طيب خلينا نروح لعبد الله نشوف برضو قصة عبد الله ايه. لا انا جيت عن طريق بقى الفيديوهات اللي محمود بيتكلم عليها دي. اقول قول الاصابه بتاعتك الاول انا اصابتي ازاي؟ كنت عندي 10 سنين، كانت اصابه عربيه برضو. برضو كنت بلعب في الشارع واحتت العربيه، وكان خطا طبي يعني ادى لبتر الصابه. اتعورت وكان خطا طبي فتم بتر الصابه. مظبوط. بس بعد كده كنت بلعب بقى مع اصحابي اصحابك. عادي، ما كانش فيه اي لعبه هنا في مصر، لحد ما شفت الفيديو. كان رافع فيديو كابتن محمود، اول لما شفته تواصلت معاه وبدات ان احنا ننزل تمرين. بس كنت مفكر اني برضو اللي هو احنا يعني هو بنلعب عمل فيديوهات كده في السوشيال ميديا جمعكم بس. بالظبط. لان هو كان عمل صوره الشقلباز اللي كان عملها في شفتها دي اللي عملت الموضوع كله يعني، ايوه فاحنا عرفناه من طريق الصوره لفت الانتباه بالظبط. فبدا يظهر بقى ناس في المنوفيه، ناس في القاهره، ناس في الجيزه، ناس بدانا بالأقصر. نتجمع في طبعا ناس بالأقصر ومعانا ناس من الاقصر واسوان كمان. أسوان والله فروحنا بقينا نتمرن لحد ما لعبنا اول بطوله امم افريقيا في تنزانيا 2021، ولعبنا بطوله غانا الالعاب الافريقيه، والبطوله صعب الاخيره كاس دي عالم. الصعوب بتاع كاس العالم يعني. اصعب بطوله بصراحه بطوله امم افريقيا الاخيره دي يعني. الاخير يعني مش عايز اصعب القصه للمشاهدين، لكن انتوا برضو في مجهود بدني جامد في اللعب. اكيد طبعا لعبتنا صعبه، مش صح؟ سهله. لازم تمرينات، لان بيبقى في ناس لسه جايه جديده. هو جاي محبط اساسا من موضوع حادثته، اول لما بيجي بقى تمرين على العكاز ده برضو مش سهل.